لكل شيء داخل برنامج Microsoft Expression Web خصائصه التي يتاح لك التحكم بها. مثلاً هناك إمكانية ضبط خصائص التنسيق وخصائص الصفحات وخصائص عناصر التحكم وغيرها. لضبط خصائص الصفحة، افتح قائمة File، ثم قم بالضغط على Property. ستظهر لك Page Properties وتعرض عليك تبويبات متعددة، فمثلاً General لإدخال الوظائف العامة للصفحة، مثلاً عنوانها. ويمكنك أيضاً اختيار Page Direction لعرض المحتوى من اليمين إلى اليسار أو العكس. يظهر لك أيضاً تاب Formatting، وهو لتحديد خصائص التنسيق، مثلاً لون اللينكس. بإمكانك اختيار الألوان التي تريدها، إما للخلفية أو للنص أو للروابط. ويمكنك أيضاً إدخال صورة على الخلفية. ويظهر لك أيضاً تاب Advanced، وهو لتحديد هوامش الصفحة أو أطراف الصفحة. Custom، وهو لتحديد متغيرات النظام للتعامل مع أي طارئ على الصفحة. أما Language فهي لتحديد اللغة المستعملة وتحديد لغة الكودينج المستعملة أيضاً.